أصحابي طلاب الصف الثاني الابتدائي منهج كونكت 2، أهلا بيكم معايا في ليسن 3 يونت 2 ماي بادي. عندنا النهاردة ليسن جميل جدا وسهل وكلمات جميلة. طائر خدناها طبعا قبل كده، بيرد بيرد بيرد، قرد مانكي مانكي مانكي، قطة كات كات كات، فيل elephant elephant elephant، الفرو بتاع الخروف ده fear fear fear، موز bananas bananas bananas. نيجي للبيج دي بيقول ايه؟ look read an image، جايب لي اسئله، بيقول لي guess يعني خمن، دي زي فوازير كده يا ولاد. نمبر 1 بيقول لي who am I، طبعا احنا شايفين الاليفنت هو بيعمل له ديسكريبشن او بيوصفه، وانت لو شاطر تعرف هو انهي. هو ام اي، جايب لي مجموعه صور بيقول لي هو ام اي يعني طبعا من انا. نمبر 1 بيقول لي اي هاف فور ليجز اي هاف فير، انا عندي اربع رجلين وفرو، يبقى مين؟ ها يس اتس ا كات. بعد كده بيقول لي اي هاف ا بيج هيد، عندي راس كبيره، and big ears وأذنين كبيرتان، I have four feet، عندي أربع أقدام، مين؟ Yes, it's an elephant. Number three, I have two legs، عندي رجلين أو رجلتين، I have no arms، ما عنديش ذراع، I have a beak، عندي منقار، Yes, it's a bird. After that, I have two legs. أنا عندي رجلتين برضو. And two arms. وذراعين. I eat bananas. وباكل الموز. Yes, it's a monkey. نجري اللي بعد كده. Writing a corner. طبعا. Elephant. Bear. Banana. Cat. Fair. Monkey. نيجي بقى للactivities on lesson 3. Number 1 بيقول لي listen and circle. استمع وضع دائرة. Number 1 ears. Where is ears؟ طبعا بقت سهلة خلاص وخدناها. Number 2 beak. Yes. Number 3 arms. Where are arms؟ Yes. Question number 2 look read an image. انظر وطبعا واقرأ وصل. Number 1 elephant. Where is elephant؟ Yes. Number 2 bird. Where is a bird؟ Yes. Number 3 monkey. Number 4 cat. Yes. نيجي لليسن 3. في ليسن 3 هنلاقي بعد كده بيقول لي circle and write، ضع دائرة واكتب، جايب لي كلمة فيها حرف ناقص، أولها الحرف الناقص أعمل عليه دائرة واكتبه. طبعا what's this؟ Yes it's a monkey. إيه واكتبها. Number 2 yes it's beak. Yes. Number 3 fair letter F. Yes. بعد كده question number 4 آخر question بيقول لي look read and write. Number 1 I am a، احنا شايفين في الصورة ايه؟ bird طبعا. I have a beak، نكتب هنا a bird. Number 2 I am an، طبعا elephant. I am an elephant. I have big ears. وبكده خلصنا lesson 3. أشوفكم إن شاء الله في lesson 4.